متابعين حلقتنا وبستقبل سي او ايفيت لبنان الي اعي. اهلا وسهلا فيك الي. بونجور الي، كيفك؟ تمام. طبعا الناس على الموعد تقريبا بشكل شهري معك تتحكي عن ايفيت، كتار صاروا بيعرفوا شو هي ايفيت، شو نظام التنحيف عندكم. اليوم بدنا نحكي عن النتائج. نتائج مزبوط. صار تقريبا العالم تعرف شو هي ايفت. نحن سنتر في كل العالم اللي عندها اوفر ويت فيها تيجي لعنا تعمل سبور مرتين او اكثر مع ماشينات الالكترو ماسل ستيميوليشن او بدون ماشينات. نحن بنساعدهم لحتى يوصلوا لاحسن نتيجه باقل وقت ممكن. النتائج اللي عندنا عم بتكون كثير واضحه. بسنه 2018 جمعنا هالنتائج كلها سوا وحطيناها بهيك اللي طلعت العالم اللي قدرت تطلع معنا، يعني جمعنا النتائج تبعولتهم لحتى نفرج العالم انه بال 2019 مش ضروري يروحوا على العمليات، يما يروحوا على قصص ما تعطيهم نتيجه. احسن طريقه لحتى واحد ياخذ نتيجه بالتضعيف يما يظبط جسمه مثل ما هو بس يقع الصبح يفكر انه انا بظبط اكله واعمل سبور، بيجي على هالسنترات لعنا بيعمل سبور بوقت كتير قليل، 35 دقيقة مرتين بالجمعة أو 45 دقيقة ثلاث مرات بالجمعة، وبياخد أحلى نتيجة. منظبط له أكله بدون ما يروح ظهره، معه برايفت كوتش، معه عالم عم تشتغل له على البروغرام تبعوله تتوصل لأحسن نتيجة، أحسن نتيجة ممكنة بأقل وقت بتريتمنت. يعني فيك أنت توصل تقدر تغير جسمك بفترة 3 أشهر تلاقي حالك غير حدا. إلي، خلينا نقول انه السنتر عندكم فرعين، فرع بسن الفيل. مزبوط، فرع بسن الفيل، فرع بجل الديب. سنترين مجهزين بكل المكانات، الكوتشية اللي موجودين كلهم سيرتيفايد، الماشينات يلي موجوده بقلب السنتر كلها زيرو بريشر على الجونز، زيرو بريشر على الباك. العالم ما بتروح حالها هي وعم تعمل سبور، لانه اجمالا انت بس تنزل على الجيم العادي بتنزل بتدفع اشتراك، ما حدا بيحكي معك، بدك تدفع لها برايفت ترينر لحتى يرجع يمرنك. نحن عندنا ما بتدفع اشتراك الجيم عادي، بس تدفع لها البرايفت كوتش يلي موجود وعم بيمرنك، والتريننج ايكومبري كمان الدايت يلي انت بدك تمشي عليه وكيف الاكل لازم تاكله، ومنتابعك باللايف ستايل تبعولك، مش انه بدك تاكل هول وهول 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 وبتفل على البيت، لا، في تواصل دايم بيننا وبين الاشخاص يلي عم تعمل تريننج عنا لحتى نظبط لها الاكل تبعولها بكل الاوقات يلي هي بكون بدها تاكل برا، يما في حال ما عارف حاله شو لازم ياكل، شو الافضل انه ياكله بالنسبه للتريننج يلي هو عم بيعمله، نحن بنساعده اكثر. بس اهم شيء هالعالم تلتزم انها تجي لعنا مرتين بالجمعه. هول الاشخاص كلهم اللي رح نشوفهم ايدي، كلهم هول الاشخاص التزموا بالقصص يلي نحن قلنا لهم عنا، من الاكل للسبور لتريننج مع الماشينات او تريننج بدون الماشينات، وقدروا يلاقوا نتائج كثير مبهره، يعني ارقام يمكن بالعمليات الواحد ما بيقدر يعملها، يعني من كريكور لملحيم لجورج لريتا لخلود لسيرج ل شو اسمه؟ كتار. هلا بتتذكر اسمه بس شفته. على كل حال قليل الارقام على الشاشه عم تقطع، ارقام سنترز. خلينا نبلش مع مين؟ كريكور من 175 كيلو اف لهلا اليوم 90 كيلو، يعني 85 كيلو. ايه بتجي اسمه بس كمان النتيجه كثير واضحه تبعته. وسام جورج مرقص 45 كيلو، بس خلينا نرجع لجورج. جورج 45 كيلو بدنا 135 كيلو لل 90. حلو. بنشوف الصوره اللي بعدها. أبار ملحم سفير كمان 145. قد ايه صار؟ 95. خلود 30. هون فتنس اكثر، حدا كان جسم ما في جسم عملنا له جسم. ريتا 95 ل 60 59، هذا كريكور عن اول وجديد. كل هول الاشخاص الي اخذوا نتائج لانه التزموا بالفكره يلي نحن عم نقدمها بالسنترات عندنا، والتزموا بالتريننج واقتنعوا انه هيدي الطريقه الوحيده يلي بتوصلك لنتيجه، لانه شو ما عملت انت بحياتك تقدر تغير جسمك اذا ما عملت سبور وما زبطت الاكل تبولك وخليت هالفرق بين الانتيك كالوري تبولك والحرق تبولك والبيزك ميتابوليك ريت يكون
الفرق تبعولهم كبير مش انت ينزل الفات من جسمك مستحيل واحد يقدر يغير جسمه. اليوم بالتكنيك يلي نحن عم نعملها عم نقدر نعلي لك البيزك ميتابوليك ريت تبعولك مرتين زياده، عم نظبط لك الاكل تبعولك، سو انت صفيت عم تنزل فات بطريقه كثير سريعه بوقت كثير قليل. يعني انت ما فيك تتخيل حالك انك تروح على سنتر 8 مرات تعمل فيه سبور كل مره 35 دقيقه تلاقي حالك اخر الشهر نازل 10 كيلو. شغله رقم منه هين ابدا. واليوم بالنسبه لهي الحلقه انا حابب اقدم اوف لكل الاشخاص يلي عندهم اوفر ويت وحابين عم يعني بفكروا انهم يعملوا عمليات، بنصحهم انهم يجوا يجربوا عنا ورح نقدم لهم اوف ديسكاونت 20% لكل شخص عنده اوفر ويت. يعني الشباب فوق ال 130 كيلو عندهم ديسكاونت فوق 20%، والبنات يلي فوق ال 95 كيلو كمان عندهم ديسكاونت 20% بالسنترات تبعولنا، لحتى تو كيب هيلثي ويجوا يعملوا سبور ويظبطوا اكلاتهم، وعلى الاكيد رح يلاقوا حالهم احسن بكثير من انهم يروحوا عمليه، لانه العمليه قد ما تكون منيحه بعده عم بينقصك شيء من جسمك، عم ينقصك فيتامينز، عم ينقصك باور، عم ينقصك كثير قصص، وعم بتغير شيء اساسي بحياتك. اليوم السبور والاكل كثير قادرين يزبطوا لك حياتك بوقت كثير قليل، وعن جد اذا بتلتزم بتلاقي احلى نتيجه. هالنتائج عن جد المذهله اللي شفناها الي معدله، يعني المعدل قد ايه كان عم يقشط الشخص شهر عم يخسر؟ الي ما فيك يعني كل شخص شيء، بس اجمالا هول الاشخاص اقتنعوا بالفكره وما كانوا حابين يروحوا على العمليه. كل شخص بيقتنع بالفكره وما بحب يروح على العمليه اول فتره اكيد بتقطع بفتره عم تنزل ارقام كثير كبيره، يعني في غيرهم كمان، في اشخاص نزلت مثلا 17 كيلو بشهر، بس كنت عم تحكي انت عن ارقام 160 كيلو نزل 17 مثلا كريكور اول فتره ما كثير نزل، بس وصلنا تقريبا على من بعد ثالث شهر كنا وصلنا على ال 145 كيلو، عمل بشهر وجمعتين عمل 25 كيلو هيك لوحده. يعني ما يعني كل شخص جسمه عم تتفاوت النتائج، بس النتيجه عم تكون كثير واضحه. يعني انت كل يوم عم توعى الصبح اذا بتلتزم بالطريقه يلي نحن بنطلب من الشخص وقت يكون عم يعمل تريننج عنا، انه كل يوم الصبح بيوعى بياخذ ميزانه وبيعطينا اياه لحتى نعرف نحن كيف بدنا نشتغل نحن وياه. في كل يوم يعني كل واحد اللي عم يلتزم وعم بيقتنع، في اشخاص بتقول لك انا ما بحب اطلع على الميزان، لا اطلع على الميزان وابعث لنا الميزان تبعولك تنقدر نحن نعرف كيف نظبط بالتريننج تبعولنا، كيف نظبط لك بالاكل تبعولك لحتى نوصلك لاحسن نتيجه. والارقام عم بتكون كثير سريعه، يعني في اشخاص عم تلاقي مثلا بظرف جمعتين يما ثلاثه عم بكون نازل مثلا 4 كيلو 3 كيلو 5 كيلو 6 كيلو، بس ما في حدا عمل تريتمنت تبعوله يلي هو نحن بنعتبر تريتمنت كنايه عن 3 اشهر. هالتريتمنت يلي عم ينعمل على 3 اشهر عم بيعطي نتيجه تقريبا اقل شيء اذا ما فرق جسمك بالمره بيفرق 60%. اذا كان عندك كثير كيسز، يعني عندك مشكله بالغده، عندك مشاكل هول الاخبار، يعني مثلا هذيك النهار كان في زبونه عندها مشكله بالغده وعم بتعالج امور الغده تبعولتها، بلشت تريننج عندنا نزل بظرف 2 ويكس نزل 3 كيلو which is رقم كثير منيح لاشخاص عندهم هالمشاكل. يعني منا مزحه انت تنزل 3 كيلو وعندك هالمشاكل، لانه هي هالمشاكل منها لوحدها بتنصحك اصلا. هي مليون بالمية. لكن بدنا ندعي الناس انه تلتزم، يجوا لعنا وتلتزم ويستفيدوا من هالاوفرات لكل شباب. خلينا نذكر بالاوفر. الاوفر هي 20% ديسكاونت لكل شخص، كل شاب فوق ال 130 كيلو وكل بنت فوق ال 95 كيلو. بيطلع لهم 20% ديسكاونت بالفرعين اكيد، وبيجوا اول مره بيجربوا وبيشوفوا وبنقدر نتواصل نحن وياهم شو في عندهم مشاكل وبنقدر نعطيهم عن جد احسن ادفايس. نحن كثير بهمنا انه الاشخاص يلي بتفوت لعنا تلتزم وتلاقي نتيجه، ما بهمنا الشخص انه يجي بس انه اوكي عملت اشتراك، ما بهمنا هذا الموضوع، بهمنا يجي ياخذ نتيجه لانه هيدا اللي بخلينا نضلنا مكملين لقدام. إلي نحن بدنا نشكرك، كل التوفيق وبنتلاقى كمان قريبا. اهلا وسهلا فيك. انا بدي ادعيكم تكونوا معي بعد البريك وتتابعوا كثير منيح الفقره اللي جايه.